السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الفيديو. لا يعلم الغيب إلا الله. المتنبئ بزلزال تركيا وسوريا يتوقع هزة أرضية قوية بمصر ولبنان والأردن خلال أسبوع. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب. وإذا أردتم متابعة أهم الأحداث والظواهر الكونية فاشتركوا في القناة ليصلكم الخبر أولا بأول. خبير الزلازل الهولندي: المتنبئ بزلزال تركيا وسوريا يتوقع هزة أرضية قوية بمصر ولبنان والأردن خلال أسبوع. حيث كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجو بريتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته ووقع زلزال تركيا وسوريا، هو يتنبأ الآن بوقوع زلزال بمصر ولبنان والأردن. قال خبير الزلازل خلال حواره بأحد البرامج التلفزيونية: الدول التي توقعت حدوث الزلزال بها حدث بها من قبل زلازل كبرى، وهناك إمكانية كبرى لحدوث زلازل بسبب الضغط الكبير بالقشرة الأرضية الذي تشهده المنطقة بعد زلزال سوريا وتركيا. وعن تصريحات العلماء بأنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، أكد هوجو بريتس: العلماء تجاهلوا تأثير الكواكب والقمر على ذلك، لكن البحوث الموسعة أوضحت لنا إمكانية التنبؤ بوقوع زلزال محتمل بمنطقة الشرق الأوسط بلبنان ومصر. وأكمل خبير الزلازل: بعض علماء البحوث الفلكية لا يراقبون الأقمار والكواكب، وهو ما اعتمد عليه بشكل كبير لتحديد وقوع الزلازل معقبا. مواقع الكواكب والقمر توضح توقع الزلزال، وهو ما حدث معي في توقع زلزال تركيا وسوريا. أضاف: حركة الكواكب والأقمار تشير بوقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بدول مصر ولبنان والأردن، مضيفا: قد يكون خلال أسبوع وفقا لحركة الكواكب. يقول خبير الزلازل كما يقول: لكن لا يعلم الغيب إلا الله، نسأل الله السلامة للجميع. فهل بعد كل ما يحدث في العالم من حولنا نرجع إلى الله ونخشاه حق الخشية؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة. دمتم في أمان الله.